إذا هذا الانقباض، هذه الصعوبة بالخصوص غتعيشوها دابا في الحجر الصحي، غتلقاو راسكم كارهين سيرة المتعة. راه ماشي معنيتها أن خصك تجبر نفسك، ولا سبحان مقلب القلوب كيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى كيقلب القلوب. واش تي ولو القلب ديالك تغير من حال إلى حال، ولو في هذاك الحال الآخر، وراه باقة صيغة المتعة، راها ملازمة للحي، راها ملازمة للحي. راه اللي يفهم هذه القاعدة هذه غا يمكن لك تفهم ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشيء اللي يفهم هذه القاعدة هذه غاتمشي لهذ الآية وغاتقول ممكن تكون أنت وأنت ولي ومن ولية من أولياء الله. أيه بهذه القاعدة، هي واحد الاجتهاد، واحد الاجتهاد، ماشي هوس، ماشي بنية استعوادية، اجتهاد في أنه الحياة نعمة، في أنه الحياة هيبة، في أنه الحياة واش عباد الله واش غتشوفوا، في أن عرفوا الآن سوء العلماء أن الله سبحانه وتعالى خلق سموة الأرض في ستة أيام، أربع أيام هذا الشيء ما تيعني والو من حيث العداد، الله يرحم باكم، غير ما جعل أربع أيام الأرض ويومين الكون، درجة أن الملائكة ملي شافوها شافوا الصنعة الربانية اللي دار فيها سيدي ربي، راه باقي الآن وكنكتشفوا فيها العجب والعجاب، عندها الملايير السنين وباقي الآن كنكتشفوا فيها، باقي الآن ملي الملائكة شافوا هذا الجمال ديالها قالوا يا ربي أعطيتهم هذه الأرض وأعطينا الجنة ما عرف عليهم غير هذه الأرض، فقال حق على لستم من خلقت بيديك من قلت فكان. واو 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 شي كبيرة ولا اللي تضل تبني في الحجرة، اللي تضل تعطي عباد الله ديروغاسيون وتتخلق في عباد الله، هو تجا كوفيد وتلقى راسك كانت محدومة، هو ضمتك هو دالك الصوت، هو ضمتك هذاك التعب راه مازال يعاود يضمتك، داك التعب تفلت لك من هذه تقول سلكتي عاك تعطي الواد نشوف رجليك مازال يضمك، مازال راه ما كاينش، راه الله سبحانه وتعالى ما خلقش هذا الشيء عبث، وما كاينش اللعب، وما كنا لاعبين، غيتلعب لا يأمن مكر الله إلا القوم الفاسقون، عمرك ما كتأمن مكر الله، كتقول واو واو كما في الدرجنيش يا خويا كما غير فتني حنا الراس والتبت والقناعة وخدمة الناس، قناعة وخدمة الدراوش، شوف تعليمات تحت الشريف لأنه الناس اللي كاريين في 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 في, في الميضات ديال الأحباس لا ما يخلصوش الكرافة في المرحلة، تعليمات اللي عطى القرد السلاحي بالعناية بالعالم القراوي الله يجزيهم بخير، تعليمات وهذا راه ماشي حيت كوفيد، ملك محمد السادس معروف في هادشي، كاين شي وطني اللي هو وطني ما تيعرفش هادشي، معروف معروف ابعد ثورة الملك والشعب قائمة ما دام الزمان دوام، واحد اللحمة واحد الاتصال، إذا هذا مبدأ ديال الصعوبة ديال خلق صيغة المتعة راه ماشي مبدأ ساهل، راه مبدأ تيبدأ في أن ملي تيحضر الآخر غادي يغير يا إما اتصال وإقبال واستقبال يا إما لاغية، ويمشي تيحتاج اللاغية، هذا هو الغيرة، هذا هو الحسد، هذه العبقرية ديال سيدنا رسول الله بوحي من سيدي ربي غيعطينا مقام الغبطة، الغبطة ما كديرش للآخر لاغية، حتى مشيتي تدبتي للآخر لاغية، وخاصك تعرف بأن بفضل الآخر بصورته بكلامه باش تشكلت البنية النفسية عندك، فلا مشيتي ضربتي في الآخر بغيتي تلغيه بالحسد أو فتي له الوجود حيت حضر يعني كيبقى يشوف خوه حاملوش، هي ديك الغيرية ولكن نوض واجهها، نوض دوز هذيك الكاس ديال الجرعة ديالها المر، وتبقى تعرف بأن الآخر هو أنت، لو برانسيب دو ترانزيتيفيزم، الآخر هو أنت، أنت على صورة الآخر من حيث الآدمية، شتي هنا غادي يجي دور الدال و
غادي يجسد لك ما هو مختلف، لأن الغيرية هو يقول أهل المنطق على هاد الأمر الهائل، هاد الأمر اللي عنده من الطوق. شنو هو هاد ضد وعكس ونقيض الآخر؟ علاش كنقول لكم ردوا البال أن الهوية ديالكم ما تشكلش حول الضد والعكس والنقيض. يقول هذا المنطق الضد هو غيرك ويوازيك في المثل والنظير الكفر.